النهارده اجتماع اللجنه الاستشاريه بعضويه 18 دوله عربيه واوروبيه والاتحاد الاوروبي ومنظمه الفاو وكل المنظمات المعنيه بالاسماك والمصايد الطبيعيه كانت موجوده النهارده، ودي الحقيقه ميزه كبيره جدا ان احنا اللجنه دي بقى لها 3 ايام منعقده في مصر وفيها لجان فرعيه بتحط اليه لزياده المخزون السمكي ووضع نظم ومرجعيات لإدارة المصايد الطبيعية. زي ما حضرتك يعني والسادة المشاهدين عارفين إن المصايد الطبيعية دي محكومة بكميات، والكميات دي إذا ما كانش يبقى فيه وضع ليها خطة لمنع الصيد الجارف اللي ممكن يأثر على الأصول بتاعة قطاع الأسماك، أو طبعا في تغيرات مناخية وفي تلوث بيحصل أحيانا في بعض الأماكن والمصائد الطبيعية، الحاجات دي كلها محتاجة وضع آليات، وضع استراتيجيات كل الدول تبقى ملتزمة بيها لزيادة المخزون السمكي. المخزون السمكي ده لما بيحصل تجريف طبعا بيقل على مستوى العالم كله، عشان كده بيبقى فيه التزام من جميع البلدان ان يبقى الصيد ليه مواعيد وليه محددات وليه كميات وليه انواع وطرق الصيد، وكمان طرق الصيد دي مهمه جدا علشان ايه اللي نصطاده وايه اللي بنخليه كمخزون. كل الحاجات دي زي ما حضرتك شفت ان تكون موجوده في مصر، انا بعتبر النهارده دي ميزه كبيره جدا. زملائنا من القطاعات المختلفه من هيئه الثروه السمكيه والمعاهد والمراكز البحثيه المتخصصه وعلوم البحار كلهم النهارده موجودين علشان يدلوا بدلوهم في وضع الاستراتيجيات الخاصه بالمصايد الطبيعيه للبحر المتوسط. احنا فعلا المصايد الطبيعيه في مصر بتمثل حوالي 20%. المصايد دي لو احنا قلنا هي فيها البحر المتوسط والبحر الاحمر، وفي عندنا النيل، وفي عندنا البحيرات، وفي سواء البحيرات اللي احنا بنقول عليها مغلقه او بحيرات مفتوحه، كل ده بيمثل 20%. ويمكن النهارده كان الكلام مع ان احنا بنتكلم على المصايد الطبيعية، لكن الكل النهاردة أجمع على أن موضوع للتنمية المستدامة في هذا القطاع، فدول كتير اتخذت عملية الأقفاص السمكية خاصة في البحار والمحيطات. طبعا الأقفاص السمكية هي الآلية لزيادة هذا الإنتاج وهذا المخزون، لأن أنا بنمي يعني المنطقة بأن أنا أبقى عندي عدد محدد أنا بحطه في الأقفاص وبحط له علف، مش بس بينمي لي الأسماك اللي داخل الأقفاص اللي أنا بعرف أصطادها أو بجمعها طبقا للسوق والاحتياجات والأحجام وخلافه، لكن كمان وجود هذه الأقفاص بتنمي اللي حواليها والمناطق اللي حواليها. خاصة الحقيقة إحنا يعني مش محظوظين قوي، لأن إحنا واقعين في منطقة البحر المتوسط، المنطقة بتاعتنا من بيسموها القاحلة أو الفقيرة، وبالتالي إن شاء الله السيد الرئيس عمل خطة طموحة لعملية تنمية الأقفاص السمكية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، دي إن شاء الله يكون ليها عائد كبير جدا للإنتاج السمكي في مصر في المرحلة القادمة.